راه كل واحد كان بيدي الارباح ديالو، الخياط كيبغي يدير الارباح ديالو، هذاك اللي كيعطيه لنا حنا كيبغي يدير الارباح ديالو، وهكذا غادي المغرب وصافي. راه شي كي شي كيدي دي شي حتى يحن علينا مول الشي وصافي. بيهم وهذا الحال لوحدو، وكنخدو حاجه ما نخدموش ماشي نعملوها. اللهم لك الحمد. انت اصلك صفريويه دوريجين؟ انا صفريويه بنتي دوريجين. ومنين تعلمتي العقد؟ علمتني وحده من 6 سنين بديت تعلمت انا العقد. هذه هي المهنه اللي عند العيالات ديال الصفرو اللي كيديروها في كل دار. كانوا اليهود، اليهود مشاو بحالهم بقاو دابا مسلمين. ايوا من ديك الساعه وانا كنخدموا ما بنسي. شنو النوع ديال العقد اللي كتخدمي هنايا؟ انا كنخدم غير العادي بالتيو ولا بالكاغيط؟ لا بالكاغيط، كنخدمش انا بالتيو. وشحال تتصوري فيهم بحال دابا الا خدمتيهم زعما شحال زعما كتقدر تصوري في العالم؟ لا جلستي لا جلست كنخدم جوج عماير في النهار ب10 دراهم. هذه هي المهنه اللي كديروا هنايا في المدينه؟ صافي هادشي اللي جوج عماير الا جلستي مع جوج مثلا ولا هادي تقدر تساليهم مع الليل مع حتى الليل عاد تساليهم. وممكن تقولي لنا منين تعلمتي هاد الصنعه؟ تعلمتها من شي مرا كانت هي اللي علماتني وتعلمتها منها. على ما كيقولوا لنا ان اليهود هما اللي كانوا كيخدموا هاد حنا هادشي اللي سمعنا كيقولك اليهود اللي كانوا كيخدموها. عيالات زمان عيالات زمان على ما كنسمعوا كاين اللي بنوا بهم ديور داروا بهم ذهوبات. لا ايوا خلاص بنوا الديور. كذب عليك كل الكاذب اللي يقول لك بناو الديور اللي يقول لك راه بناو الديور منو. لا لا هادشي ما كاينش. شتي شحال كنخدمو؟ كنخدمو 800 ريال في السيمانه. الا خدمتي 15 شنو دير لك 800 ريال في السيمانه؟ واش ديال الزيت واش ديال الطحين واش ديال اللباس واش ديال الدراري واش ديال المدرسه واش ديال شنو هاد 800؟ لا ما كاين والو، غير بنادم كيلهيدو ولفنا كنخدمو وصافي ونتلفو الوقت فيه وصافي وما كاينش شي بديل. ما كياثرش لكم على الصحه ديال العيني؟ عيني انا مريضه. عيني انا راه شريت لها الدواء دابا ما كنخدمش انا دابا حاليا انا ما كنخدمش حيت راه العين ديالي راني عاد شريت الدواء للعين ديالي كانت مدلية لي هاد الشحمان مدلية لي على هادي ديالي غير بسبب الخدمة والوقت والشغل وإلا جاك شي ضيف وكان مجروب وهادي ما المهم العقد أنا بعدا راه ما بقيتش ما بقاش كيعجبني نخدمو ما بقاش وما كيفرحكش واخا كتخدمو ما كيفرحش ماشي شي حاجة زعما لي تدخل فيه الفلوس ولا زعما لي يكفيك ولا إلا تكلت على العقد راه ما كاينش شي حاجة زعما لي تصور ديك 10 دراهم في النهار ولا 150 ولا هادشي اللي كاين. وكنسمع باللي كيكون داك العقد اللي مزروب والعقد اللي تبقى واحد المده، شحال الثمن ديالو كيوصل هذاك؟ 5 دراهم مزروب 120 باش كنت كنشوف 5 دراهم توصلي فيه العماير في النهار هذاك شحال توصل فيه؟ تقدر تخدم جوج ونص جوج العماير ونص لا 203 الا جريت وما خدمتش الشغل تسمح فيه الشغل كنسمحوا في ولادنا ونسمحوا في شغلنا باش نخدموا داك العقد باش تصور ديك 300 ريال ديالاش 300 ريال ديال شنو؟ ايوا الله يرحمنا من عنده صافي ويعطينا قال شي خبيزه وشي 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 رزيق باش نعيشوا. راه ما كاينش زعما العقد راه ما كاينش راه ما فيش زعما ضروري زعما ما كاينش شي بديل في المدينه ديال الصفرو انكم زعما تخدموا شي خدمه وحده اخرى من غير هذا العقد؟ لا يا والو ما كاينش البديل. حنا المساكن حنا اللي كتجي فينا اللي كيدفعوا هما اللي كيستافدوا. واش كيستافدوا حتى هما مساكن راهم كيقول لك كيمشيو حتى لطنجة لعساك حتى للدار البيضاء كاين اللي كيمشي كيسافر غير بالمازوت 20000 ريال بالمازوت كيعطيونا حنا ب 5 دراهم كيبيعوه هما ب 400 ريال هذا سقلي 400 وراه ما فيهاش ايوا 400 راه كيدي معاك 300 ريال في العماره 300 ريال في العماره ماشي مخيره ما يديرش التاويض الخير وكيشد من هادي ومن هادي ومن هادي ومن هادي ماشي راه كيدي جوج العماير.